اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام اللي بيتابعوني على قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. كل عام وحضراتكم بخير. النهارده مع بعض سؤال هنجاوب عليه بخفه دم، ببساطه بسهوله. هنفطر ايه النهارده يا شيف؟ السؤال اللي طبعا كل يوم في شهر رمضان الشهر الكريم بتساله الزوجه لزوجها، بتساله ست البيت لاولادها، بتساله ملكه البيت لاسرتها. هنفطر ايه النهارده مع بعض؟ طبعا جوزك بيحب الكوارع، ومش مشكله انه يحب الكوارع، لازم تعملي له الكوارع. ممكن انت مش بتحبيها، ممكن ولادك مش بيحبوها، بس الراجل هفه المزاج ياكل كوارع. فهنعمل النهارده فتت الكوارع، ونخش نعمل فتت الكوارع بالحمص. حمص بروتين نباتي، والكوارع ممكن تكون غنيه بالدهون، فيها بعض الفوائد، مفيده للعظام، مفيده للمفاصل، فيها نسبه دهون، محتاجين ناكلها مره حتى مره في الشهر. فهنعملها النهارده فتت الكوارع بالحمص. والحمص قيمه غذائيه عاليه جدا مع الكوارع، هيعمل عمليه توازن مع رز وعيش وبطشه، وهتبقى جميله جدا. عندنا الاولاد في البيت ما ذنبهمش حاجه، بنخاف من شكل الكوارع او عارفين شكلها قبل. طيب هنعمل لهم النهارده شوربه المشروم بالدجاج. حلو قوي، الدجاج هم عارفين، فاذا في بروتين تاني موجود على السفره بتاعتنا، عشان دول ما ذنبهمش حاجه صايمين. شوربه المشروم بالدجاج. معانا كمان فطاير الخضار بطريقه جديده النهارده هنعملها حصريا على قناه دريم، ازاي بعجينه السمبوسه نعمل فطاير في الفرن بالخضار بتاعنا مع الجبنه. هنشوف الفكره دي هنعملها ازاي، بسيطه جدا وسهله. معانا كمان حاجه جميله جدا النهارده، طبق الفول بتاعنا. طبق الفول بتاعنا النهارده هنعمله فول بالبيض، ولكن فول بالبيض بطريقه ثانيه عملناها قبل كده، هنعمله النهارده بطريقه ثانيه حضراتكم هتشوفوها، لان طبق الفول اساس على السفره. فقير وغني، امير وغفير، لازم طبق الفول موجود على السفره. معانا الحلو بقى، نحل بيه يا عم الشيف؟ عايزين نحل بعد الطبق الفتة الكوارع والسلطة والمشروم والحلو اللي انت عملونا ده كله، هنعمل طبق رز بلبن بالمكسرات. رز بلبن في ليفر عالي جدا، ممكن نديله مية زهر فانيليا مع شوية مكسرات حلوين. ازاي المكسرات تبقى طرية مع الرز في طبق رز بلبن حلو قوي نحل بيه ما بين الفطار وما بين السحور. نبدأ مع الكوارع. طبعا عشان اجيب الكوارع وننظفها ونغسلها ونقطعها ونحطها على النار محتاجة وقت، ما نكدبش على بعضينا. فاحنا في رمضان واللي يكدب يخش النار. احنا خدنا الكوارع، استاذن مخرجنا الجميل نجيب كده الايه الكوارع وهي ايه بتتقلب على النار، مع بوكي جرنيه من البصل والثوم والكرفس، الله، حته جنزبيل فريش، فصين من الحبهان، شويه قرفه خشب، ورق لورو، فص مستكه. كل ده بعد ما نفور الكوارع ونرمي ميتها اول مره، بعد كده بنحط لها البوكي جرنيه. والله انا واقف حاسس ان انا واقف في حديقه، كل حاجة حلوة شميمة في الحلة دي. ونسيب الكوارع على النار تبقى ايه زبدة بالشكل ده كده. أنا طبعًا سويناها ومعايا المساعدين بتوع الشطار، بسم الله ما شاء الله، عاملين شوية كوارع أهيت زي الفل، شفتوا؟ أه كل ده على النار، الله. مين هيفطر معايا النهاردة؟ كوارع. أه شفتي؟ وارد إن يكون عندك حد مش بيحب الكوارع. أه الجزر استوى والبصل سليم فيها في قلبيها. طبعا هنسيبها تغلي كده بقى، وهناخد من الشوربه بتاعت الكوارع ديت نعمل شويه رز للفته. هناخد من شوربه الكوارع دي بقى نعمل كمين لاولادنا، نعمل شوربه المشروم بالدجاج. اهي دي شوربه دسمه حلوه قوي زي الفل. عندنا شوربه هنعملها دلوقتي اللي هي شوربه الدجاج بالمشروم، او المشروم بالدجاج مع الكريم. هنصفي الشوربه دي وناخدها نعملها شوربه. فضل عندك شويه شوربه، لو سبتيهم في الثلاجه لتاني يوم هتلاقيهم كتله متماسكه من الدهون. حلو قوي، تقدر تستخدمهم في بعض الاكلات. مش عايزه تستخدمي الدهون اللي جواها في مكعبات تلج تحطيها في البغرفه اللي معايا دي كده وترفعي التلج من فوق وتبداي تستخدميها في اي حاجه انت حباها. ادي فكره عمل الكوارع. طبعا هنشرح ازاي الكوارع اتعملت بعد مخرجنا الجميل ما نشوف مقادير فتت الكوارع بالحمص على الشاشه. مقاديرها بسيطه جدا، اهم حاجه تشتري الكوارع من عند جزار مضمون. جيب لنا اتنين كارع حلوين امامي، بلاش الخلفي. الامامي ملحمه فيها لحمه زي الفل. هنجيب اتنين كوارع، صباح الفل كوارع. ومعانا كمان حمص وبصل وتوم، الجزر والكرفس، المستكه والحبهان، ما ننساش الفلفل طبعا ده اساسي، مع الورق اللورا والكزبره للطشه، الرز المصري المسلوق الجميل، مع العيش البلد المحمص الجميل، مع معلقه سمنه بلدي للطشه، مع طماطمتين مبشورين. دي مقادير الطشه بتاعه طبق الفته اللي هنعمل. المقادير شفناها مع بعض على الشاشه زي الفل، تمام. طيب تعالى يا عم الشيف ورينا بقى بسرعه كده عشان نخلص من قصه الكوارع ديت، لان لما بنعملها في البيت بتبقى هيصه.
جبناها من عند الجزار، هي بتيجي بتنضفها وبيقطعها عليك جاهزة. حلو بصراحة يعني. هناخدها نغسلها احنا بقى مرة واثنين وتلاتة بمية، شوية دقيق كده زي الفل، معلقتين من الملح، عصرة ليمونة، شلنا الزفرة منها. خدناها بعد كده حطناها فين؟ في مية باردة. أيوة مية يا شيف، مية باردة كله مع بعض، مية من الحنفية عليها الكوارع. حلو الكلام. مع شوية بهارات، وتسيبيها تفور فورة، ما تحطش الخضار هنا، تسيبيها تفور فورة. الفورة دي تاخد ميتها وتربيها، بس اللي هي فارت ارميها، هتبقى الكوارع عندك فلة بيضة شمعة. هناخد الكوارع بعد كده نحط عليها الحبان والورق اللورو والقرنفل والمستكة والحبان، نحمرهم في معلقة سمنة زي الفل، ونحطهم تطلع الشوربة عندك بيضة وجميلة. ما تنسيش الكرفس، بيدي طعم جميل جدا مع الجزراية والبصل السليم، وفصين توم حلوين حتى لو بالقشرة بتاعتهم مفيش مشكلة. أصبحت الكوارع عندك بصراحة زي الفل. آه حلو زي الفل. آه. أنا هنشيلها دلوقتي أخليها في طبق كده عشان تبرد، عشان هفصصها. هعمل إيه يا شيف؟ هفصصها، ولما افصصها هعمل ايه يا شيف؟ هاخدها بعد كده. الله زي الفل. اللهم صل على النبي، لان عايز الشوربه دي اشتغل بقى حاجات كتيره. ادي الكوارع بتاعتي، صل على النبي. دي كوارع عجالي. الجزر معاه والطماطم معاه. انا عايز الخضار ده، الخضار ده بقى على وش الطبق الفتة كده مع الحمص، بيعمل شكل حلو قوي. الله 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 على الريحة الحلوة. الدنيا صيام يا عم الشيف. انا احلى حتة في الكوارع بحبها اقول لكم بصراحة، اللي هو جنب الدوفر ده. ده جامد قوي، المنطقة الامامية دي. اللهم صل على النبي. شيل كده، امشي كل الكوارع والشرب عندي زي الفل اهي. شايفين دي كلها بهارات. يا ويلي يا ويلي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تمام كده، مفيش حاجه يا شيف بقى، خلاص. ايه جايب المجزر كله هو ده. اللهم صل على النبي. اهي ادي الكوارع بعد ما استوت. حلو قوي. طبعا شكلها الاول يخوف، خاصه لو في اطفال عندنا في البيت. اصبح عند الشوربه، ادي الشوربه الحلوه الجاهزه. الشوربه دي بقى اشتغل منها الرز، اشتغل منها شوربه المشروم اللي هعملها دلوقتي بالدجاج والكريمه عشان الاطفال، وعشان اللي مش عايز ياكل كوارع نحببه في الكوارع بعدين لما يحبها ويشوفها ممكن ياكلها. تعالوا نعملها مع بعض. هنعملها ازاي؟ حل على النار. مخرجنا الجميل نستاذنك ونشوف مقادير عمل شوربه المشروم بالدجاج بطريقة بسيطة وسهلة. المقادير على الشاشة. حلو قوي. نقولها مع بعض كده. صدرين من الدجاج. حلو قوي. معانا مشروب يا إما طازة يا إما علب من اللي موجود. حلو. يعني المهم يكون في مشروب، بس ما لقيناش طازة نجيب العلب، بس الأفضل يكون طازة. معانا بصل وكريمة لباني، الملح والفلفل وزعتر. الشوربه دي الصعب فيها التكنيك، الطريقه نفسها، انما المقادير بتاعتها متوفره عندنا وسهله. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. هاخد الدجاج، الصدر الدجاج المحترم ده كده، اقطعه مكعبات صغيره مع البصلايه مفرومه ناعم، واشوحها مع النار. خلي بالك طالما الشوربه هيتحط لها كريمه لباني، ما ينفعش ان انا احمر البصله تاخد لون ولا الدجاج. ليه يا عم الشيف؟ لان لو خد لون الكريمة اللباني هنا لونها هيسود وهتمرر معاك. فكون حريصة كل الحرص ان الدجاج ما ياخدش لون ولا البصلة تاخد لون في حالة تحميرها خالص. فهنشوف ازاي نحمر الدجاج مع البصلاية الحلوة بتاعتنا. ادي الدجاج اهوت. يلا عشان حبايبنا اللي مش بيحبوا الكوارع نقطع مكعبات صغيرة كده زي الفل. اللهم صل على النبي. ولكن الكريمه اللباني اللي هنحطها على الشوربه بتاعتنا ديت مهم جدا بنضيفها في المرحله الاخيره من السوى. ما تخليهاش تغلي على النار يا ست الكل، علشان ما تبرغلش، وعشان كمان ما تفرضش منك. وبعدين معانا مشكله هنا
سؤال على صفحتنا مطبخ دريم. يا شيف احمد يا نعم، الشوربه اللي فيها الكريمه اللباني لما اجي اسخنها تاني مره بتبوظ مني. لازم تبوظ لان دي فيها كريمه لباني، ولما تغليها على النار بالكريمه اللباني طبيعي لازم الكريمه تفرط. فنعمل ايه؟ شفت بقى الكلام؟ هو ده الكلام. عندنا شويه شوربه فيهم كريمه لباني، سواء بروكلي، سواء شوربه الدجاج اللي انا هعملها دلوقتي بالمشروم، اي شوربه طبيعي لما تيجي تسخنيها تاني يوم بقى عندك وعجبتك وشلتها في الثلاجه وعايزه تسخنيها، بتاخدي الحله تحطيها كده جنب على عين البوتاجاز وتولعي النار على الهادي خالص، وتاخدي من البراد بتاعك نص كوبايه ميه مغليه. ايه اللي بيغلي ده يا شيف؟ ايه اللي انت حاطه على النار ده وعامل لنا خدعه؟ ما هو ده الشطاره. يا ويلي، اللهم صل على النبي. ده الرز بلبن، كوبايه رز غسلتها وحطيتها في شويه حليب وسبتها على النار هاديه، تقوم حبايه الرز تنفش وتاخد راحتها علشان ده انا اعمله رز بلبن، بكسب وقت. وخلي بالك انت في المطبخ لازم تكون ايه؟ عندك حرفه. الرز ده علشان يستوي صح رز بلبن، انا من عشاق الرز بلبن، بس احب حبايه الرز تكون مستويه جامد، يعني ما احسش بها في بقي وانا باكل، طريه جدا. خلوا بالكم انا من عشاق الرز بلبن، ولكن لازم الرز يكون مستوي جامد. فانا حطيتها على النار مع كوبايتين من الحليب واسيبهم كده ايه يغلوا على نار هاديه عشان لسه عندنا شغل فيها. ناخد الدجاج ده كده نقطعه. كنا بنتكلم عليه بقى، نسخن الشوربه ازاي. حلو قوي، الله عليك، الدنيا صيام. ناخد الكوبايه الميه الدافيه او نص كوبايه الميه السخنه المغليه، نحطها على الشوربه ونقلبها مع شويه ملح صغيرين. الميه السخنه بتعمل ايه هنا بقى؟ بتفصل الكريمه والدهون اللي موجوده، وتبدا الشوربه بتاعتي تفك معايا. بمجرد ما هي تسخن على النار بس ما سيبهاش تغلي كده الشوربه جاهزه. حلو الكلام. دي طريقه سهله وبسيطه لتسخين الشوربه. ادي الدجاج قطعناه مكعبات صغيره بالشكل ده كده. حلو قوي. طيب وارد ان يكون عندي دجاج جاهز من قبل، صدر دجاجه محترم، فباخده بعد ما بحمر البصله واظبطها ببدا ان انا ايه احط الصدر الدجاجه اللي انا محمره. معلقه سمنه حلوه كده، نبدا نحط الدجاج. الله، اللهم صل على النبي. ادي الدجاج اللي عامله شوربه. شفت انا بقطعه ازاي؟ قد حبايه البسله، قد حبايه البسله. شوربة المشروم بالدجاج بتاخد توم يا شيف؟ اختياري، مفيش مشكلة، اديها توم لو عايزة. الله، وحمر الدجاج ده بقى كده. الله، ايه الدلع ده؟ شايفين لونه بيض ازاي؟ وقلب، معلقة سمنة صغيرة، شربها الدجاج، اتحمر. اللهم صل على النبي. وهو بيتحمر كده بعمل حركة جريئة، بحط شوية الفلفل بتوعي. الله، ابدا اشم الايه البهار الاسود ده كده. الله، مع الدجاج وهو بيتحمر ريحه هيطلع جميله ازاي. هو ده الكلام. وقلب. حلو قوي. ننزل بالبصلايه الناعمه. حلو قوي، زي الفل. واحنا شغالين مع بعض خطوه خطوه. وناخد دي كده على النار ونخليها. انا عايز الدجاج هنا يتحمر مع البصله كده بدون تغيير اللون، بدون تغيير اللون. حلو. طيب دي مرحله خلصنا منها، نيجي للمشروم اللي احنا هنضيفه للشوربه. اهو ده مشروم علب. وانت بتشتري المشروم ده بقى بنقع في مشكله. الراجل صاحب السوبر ماركت او البقال بيجيب العلب يحطها على الرف مع علب الفول مع علب الفاصوليا ويسيبها، ودي بتبقى حركتها بسيطه جدا ما بتتشالش قوي. فمعانا مشكلة، هنشوف تاريخ تاريخ الصلاحية، ممكن تاريخ الصلاحية يتلعب فيه. حلو، يبقى هنا منه لربنا. فهنفتح العلبة، هنا بقت عايزة بقى إيه المعلومة اللي أنا هقولها غير معلومة دلوقتي. هنفتح العلبة، العلبة من جوه تيجي على اللحام بتاعها في النص. أي علبة بتبقى محطوط فيها فول أو فاصوليا أو مشروب بيبقى فيه لحام في النص ولحام تحت اللي هو أرضية العلبة نفسها.
اذا لقيت في صدى لون مختلف، صدى طالع كده من اللحام، ارميها وعوضك على الله وقولوا ربنا يسامحك. ليه هنا كده ما تستخدمهاش؟ لان ماده الصاج او الماده المتصنعه منها العلبه ماده رديئه، وماده اللحام رديئه، والعلبه جوه مش مطليه طاليه صحيه، فهنا في ايه مشكله، فارميها لان هيجي لك مشكله من وراها. حلو. طيب نعمل ايه؟ بلاش نشرب شرب. ولكن العكس بقى، لقيت العلبه من جوه لونها ابيض او لونها ذهبي واللحام مش باين خالص، معناته زي الفل. مسكت المشروم بايدك كده ولقيتيه قوي يعني ما بيتقطعش بايدك، اعرف ان زي الفل. لقيتيه ماير بيتقطع في ايدك كده دايب، اعرف ان هو بيتخزن بقاله فتره طويله وتاريخ الصنع او تاريخ الصلاحيه ملعوب فيه. انا حبيت بس اشرح ده لان ده بيواجهني انا كمان شخصيا وبيواجهنا كلنا. القصه ان انا اعمل المشروم هي خلصت، احط المشروم على الدجاج واحط الكريمه اللباني مع الشوربه وخلصت. بس المعلومتين اللي انا قلتهم دول مهمين جدا. اللحم مصدي بتاع العلبه سواء تحت او في النص بنرمي العلبه خالص. اللون ابيض او ذهبي لان في لونين من التصنيع، ابيض او ذهبي، يبقى اللون هنا حلو واشوف اللحام زي الفل. ربنا يكرمك يا شيف على المعلومات الحلوه. الدجاج عندي اتحمر مع البصله زي الفل. الله تمام. عينيا الاثنين يا حبيب قلبي. اه ادي المشروم هنحطه كده اهو زي الفل اهو. خلصت الشوربه. ابدا ايه بقى؟ الدجاج لسه ما استواش. اعمل حركه جريئه بقى. تعالي يا كوارع الجيران لبعضيها. ابدا اعمل ايه؟ هاخد شويه الشوربه اللي هنا اهو. الله الله اهو. ولادنا كده خدوا القيمه الغذائيه للكوارع بطريقه غير مباشره، بس ما تقولهمش يعني. اه هي هتعجبهم بس ما تقولهمش ان انا عامله الشوربه بشوربه الكوارع. اه دي دسمه. واسيبها تغلي بقى. بعد الدجاج ما يستوي مع المشروم وكله يبقى تمام، بنحط الكريمه اللباني. خلصت الشوربه. تاخد نشا يا شيف اختياري، ممكن تاخد نشا او ما تاخدش حسب القوام اللي انت عايزاه. الشوربه بتاعتي خلصت زي الفل. استاذن حضراتكم كده، نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف الاكل اسرار فتت الكوارع بالحمص. معانا شوربه جميله جدا، شوربه الدجاج بالمشروم. معانا النهارده فطاير بالخضار والجبنه بطريقه جديده مبتكره حصريا على قناه دريم. معانا طبق فول بالبيض طعم تاني. الحلو بتاعنا طبق رز بلبن يكسر الدنيا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن من طلعة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وأسرارنا مع المشروم النهارده والدجاج، إن لازم الدجاج يتعرف على المشروم لأن الاتنين بروتين وفي تنافس بينهم، بروتين نباتي وبروتين حيواني. المشروم من الخضروات اللي غنية جدا بالبروتين. آه قوية عشان كده بتنفرد وسعره غالي وموجود في كل الدول بأشكال وألوان، وسعره أغلى من اللحمة بره. وفي مشروم بالفعل سعره قد اللحمة 10 مرات. المشروم بتاعنا العلب اللي زي الفل والمتواجد واللي هو سهل الوصول ليه هنا ده زي الفل تمام اهوت. ولكن قلت قبل الفاصل الاختيار ازاي واشتريه ازاي. حطيته مع الدجاج مع البصل مع معلقه سمنه وشويه الشوربه. بصراحه اوعى وشك كده. الشوربه جاهزه ان انا احط عليها شويه حليب وشويه كريمه وارفعها من النار. فيها الطعم وفيها التيست عالي قوي من الشوربه بتاعت الكوارع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. استاذن مخرجنا الجميل، ازاي نعمل فطاير بالخضار مع الجبنه بطريقه مبتكره وده حصريا على القناه الام دريم. نشوف مقاديرها على الشاشه مع بعض. حلو. معانا خضار، كوسه مبشوره، جزر مبشور، بصل مبشور، بطاطس مبشوره، كل ده مع بعضه مبشوره بالمبشره العين الخشنه. معانا كمان جبنه ومعانا توم ومعانا كمان زعتر وزبده او سمنه. المقادير على الشاشه تقدري تصوريها. ما تنسيش عجينه السمبوسه اللي انت جايباها من اول شهر رمضان في الفريزر ونسياها. المقادير فطاير بالخضار مع الجبن، جبنه موزاريلا او شيدر حسب الرغبه. اكتبي المقادير او صوريها وتعالي نشوف الفطاير هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. بحط معلقه سمنه محترمه كده في طاسه سخنه على النار. حلو قوي، تسلم يا عم الشيف. ونخلي السمنه هنا عايزينها. فص ثوم محترم. حلو.
خلينا نقفل النار اللي مش عايزينها عشان حرام تبذير. ناخد الايه يا شيف؟ البصلايه اللي معايا دي كده، دي كوسه وجزر وبطاطس مبشوره. انا هعملها في قوالب الكب كيك. ها اظن انتوا كده عرفتوا، يعني عرفتوا الطريقه الحلوه اللي انا هعملها دلوقتي. اه تاخد البصلايه دي كده نقطعها بالشكل ده كده، يا نعم ايوه حبيبي والله العظيم برنس تاج راسي. الله الله هو ده التوم هيتحرق. الله عليك يا استاذ عبد اللطيف، شم ريحه التوم وقعت في الكنترول. الله عليك الله عليك. ناخد البصلايه مع الفص التوم هو ده، والتحميره الحلوه دي كده. انت بتخش المطبخ يا استاذ عبد اللطيف؟ تحب تخش؟ لا يا عم بيض ايه يا عم، لا انت اكبر من كده. بيض ايه؟ بطاطس مقليه. يو يو حلو. ناخد الجزر والكوسه مع البطاطس كل ده يا شيف على النار، وبنقلبهم مع بعض. طب فين ال يعني انت عايز طريقه الكبده والكلاوي؟ ده مشروع بتفكر فيه الكبده والكلاوي المخرجنا الجميل الاستاذ عبد اللطيف، عشان ده مشروع عايز يقدم عليه. هنجيب الكبده والكلاوي، اهم حاجه الصعب في الكبده والكلاوي ان احنا نشتريها. شفت بقى الموضوع فين وانت راجل شاطر؟ لا 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 لا، انت تعدى على جزار حلو كده اديها لك طازه زي الفل، يا اما تجيبها من الاماكن السوبر ماركات او الهايبرات الكبيره ديت تشتريها. طبعا لازم تكون قدام عينيك شايفها. تعرفها ازاي؟ ده كلام كبير قوي. بلونها الطبيعي، لونها متغير مد على بياض، الطبق فيه ميه كتير تبقى مصفيه ميتها، بلاش منها. بنشتري اللون الحلو اللي احنا عارفينه لون الكبده ولون الكلاوي، ولازم تلاقوا الكلاوي صف فص فص كده حلو. وبعد كده شايفين الخضار مع بعضه كده؟ اه نبدا نحط شويه بهارات، وبعد كده بنروح على البيت بنغسلها بميه ساقعه. وبلاش يا استاذنا يا مخرجنا الجميل تقطع الكبده ولا الكلاوي وتغسلها، اكبر غلط. تعمل ايه؟ تغسلها وهي سليمه، وبعد كده تنشفها بشاشه او بمناديل كبيره مطبخ وتخليها على جنب. عايز تعملها بقى ايه؟ مشويه مقليه، بتقطعها التقطيع اللي انت عايزها، حلو الكلام. وبعد كده يا اما تعملها اسكندراني مع قرن فلفل حار وفص ثوم محترم وشويه كمون ومعلقه خل، يا اما تعملها مشويه بالرده، يا اما تعملها رز بالكبد والكلاوي جميل جدا. تعمل شويه رز بمعلقه قرفه ببصلايه ناعمه يتحمروا على النار، ونعمل شويه رز محترمين زي الفل نكتر فيهم القرفه والفلفل الاسود. وبعد كده ناخد الكبد والكلاوي نقطعها مكعبات ونحمرها مع بصلايه وفص ثوم وقرن فلفل حار كاننا هنعملها سندوتشات. وبعد كده نجيب بوله نحط الكبده والكلاوي اللي حمرناهم دول في ارضيه البوله الكبيره ديت، ونحط فوقيهم الرز ونسيبهم كده في الفرن شويه. وبعد كده نقلب الايه؟ القالب. هتلاقي الشكل هرم جميل جدا، يعلو الهرم ده كبد وكلاوي، تحت منه اللون الجميل للرز بألف هنا وشفا. عايز تبلور الموضوع وتلبسه العبايه الجميله وبدله العرس بتاعته بشويه مكسرات جميله جدا من اللوز وعين الجمل الصنوبر الزبيب بمعلقه سمنه بلدي. وايه ده بقى الطبق؟ تسميه طبق ايه استاذنا المخرج الكبير؟ الله، شفت الخضار ده؟ الخضار المشكل بتاعنا اللي كان معانا من شويه، حلو قوي. هبدا دلوقتي اعمل الفطاير دي، احط الخضار هنا كده، عايزه يبرد بقى. الله، الفطاير دي حلوه قوي على فكره، هتعجبكم. بس تعملوها بنفس الطريقه. انا اشيل الشوربه من النار، اه عشان لسه لينا شغل كتير فيها. تحط لها كريمه وحليب وتتظبط، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه. خلي بالك يا ما تزوغيش مني، علشان تعرفي شوربه المشروم بالكريمه يتعامل ازاي مع الدجاج، عشان اولادك هيحبوها وانت كمان هتحبيها. اه حلو، جهزنا الخضار بتاعنا يبرد بالشكل ده كده. نبدا نحط له بشره فلفل اسود حلوه ونظبط الطعم ونهيئه. اه ما تحطيش الجبنه دلوقتي، هتسيح، احنا كده كده عايزينها تسيح. بس لما تيجي تقلبيها دلوقتي والخضار سخن هتكلكع منك، فاحنا عايزينها تسيح بشياكه. يعني ايه تسيح بشياكه؟ يعني تتوزع في كميه الخضار. الله عليك، انا بيعجبني المعلومات اللي بتقولها دي.
ما احنا كده كده الجبنه هتخش النار هتسيح، ممكن تسيح في مكان واحد، ممكن تسيح بالتساوي. حلو، اللي هي بشياكه اهو، ادي الجبنه وادي الخضار. ناخد السمنه البلدي بتاعتنا مع عجينه الجلاش الحلوه او عجينه سوري عجينه السمبوسه زي الفل اهي، ودي موجوده طبعا. نحط سمنه بلدي كده، تعمل كام واحده يا شيف؟ اللي ربنا يقدرنا عليه، لان لسه عايزينها طبق فته هنا هنبدا نرسمه ونطبقه مع بعض، وعندنا لسه حلو. الله، فانا هعمل دول كلهم بالسمنه، واعمل واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه لما تقولوا ايه بس. دي السمنه البلدي، حطيناها فين؟ في قوالب الكب كيك. حلو، خلاها كده، واخد عجينه السمبوسه. حلو اهي. الطريقه ديت ممكن تعمليها بطريقتين، يا اما بعجينه السمبوسه يا اما بشرايح التوست. بتجيبي شرايح التوست البيضه ترش عليها شويه ميه كده وتطرى معاكي، تحطها هنا وتحطيها، ولما انت بتحطيها هتاخد شكل ايه؟ قوقعي، يعني هيبقى زي القرطاس. فبتحطيها وتحمرها في الفرن شويه، تطلع التوستيه واخده شكل الكوبايه. حلو، بعدين تحط الخضار عليه الجبنه وتدخلها الفرن. دي طريقه سهله هنعملها ان شاء الله، ودي وجبه سحور حلوه. اما طريقه السمبوسه دي طريقه جديده، خلينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا مش عايز اتوهكم مني. ادي العجينه اهي. حلو، وتليفوناتنا على الشاشه، وتعالوا نفسكم شويه من ضمن المصاريف واتصلوا بيا، وهتبقى بجد انتوا الكسبانين. عارفه ايه بقى السؤال اللي هنا؟ يا شيف احمد، هي العجينه دي هنقفلها بالدقيق؟ هو ده الكلام. لا، العجينه دي فيها شويه حرفه بقى، فيها شويه فن. شفت انا بعمل ايه؟ هاخد العجينه دي كده كده. حلو قوي كده. شفت الجو ده كده؟ استاذنا المخرج الجميل. حط الجبنه الموزاريلا ايه، الله، وقلبها كده. شفتي؟ شفتي توزعت الجبنه ازاي؟ هو ده الكلام. حلو قوي. هنعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ تعال واحده واحده معايا. اخد كده اهو، الله، بصل مبشور او شرايح، كوسه مع بطاطس، والكوسه حبيبتي القلب، مع جزر مبشور حبيب العين، فليفر ملح وفلفل وشويه بهارات حلوين، وعملت شكل حلو. بعمل ايه بقى؟ فين اللي انا حطيتها الاول؟ فين هي؟ هي دي. اهي اهي. الله عليك، الله عليك وعلى والديك، واخدتها زي ما هي كده اهي. الله اكبر، شفت الشقاوة؟ وحطها هنا كده. الله، حلو قوي. شفت الشقاوة؟ تطلع لك دي جميلة جدا بقى. الفرن هنا جاهز، درجة حرارته كام؟ 180 150 بيمشي الحال. افتح واحدة كده اهو، واحط واحدة كده. فكرة عمل المطبق عارفينه؟ لما بنعمل العجينة كده ونحط حشوة. وعلى فكره دي ميزه بقى فيها، لو عندك عجينه سمبوسه مكسره، يعني اتكسرت منك غصب عنك، ما ترميهاش، تشتغل في الصنف ده. حلو قوي. سهله، ايه رايك؟ يلا معانا وقت يا استاذ عبد اللطيف، نعمل 50 60 نوزع الجيران والحبايب. الله عليك، انت حبيب قلبي، ده انا اكلك كبد وكلاوي لما تشبع. خلينا نطلع فاصل صغير ونشوف مع بعض واحده اخيره، ولا نطلع فاصل؟ قول لي يا غالي، نعمل واحده عشان بعد كده ندخلها الفرن. واحده ايه بس عشان الساده المشاهدين، نعملها كده ونحط كده بالشكل ده كده اهو، ونحط شويه حشو اهو. يلا فكي. لازم دي ما يبقوش اتنين مع بعض، لو اتنين مع بعض هتبقى العجينه سميكه. يا ويلي، طب بلاش دي لازقه مش عايزه تطلع. ايوه هناخدها كده. ده الاستاذ عبد اللطيف زعلان مني، لا بيقول لي واخد بالك دي مش عايزه تفك ليه؟ كانت ماشيه. الحمد لله. انا عايزها رقيقه، الفكره في ان انا اعملها تكون رقيقه. ما انا ممكن احط اتنين مع بعض هتبقى سميكه. شفتي؟ حلو، حط كده
طريقة حلوة وسهلة، اللي ما بيعرفوش يلفوا سمبوسة وبيحطوها في الزيت وتتقلي وبعد كده تطلع الجبنة والخضار في قلب الزيت كده. أنا إيه في أمان يا شيف، حطيتها في قوالب الكب كيك وهنبدأ نحطها ونشويها في الفرن بالسمنة البلدي وتطلع محمصة ومقرمشة زي الفل. أولادنا هيحبوها قوي على فكرة. خلونا نستأذن مخرجنا الجميل، هنطلع فاصل صغير وأنا هكمل دول مع حضراتكم اللي ربنا يقدرني عليه، وهدخلها الفرن في درجة حرارة 180، بحطها في أرضية الفرن مش فوق، فوقها تحمر من فوق ومن تحت تبقى طرية، فلازم احطها في ارضيه الفرن هتستوي وتبقى زي الفل. هنطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار الاكل بتاعنا من مطبخ دريم، فتت الكوارع بالحمص، معانا شوربه جميله المشروب بالدجاج وشوربه الكوارع، معايا الفطاير الجميله بالخضار والجبنه، ما ننساش الرز بلبن مع المكسرات وطبق الفول بتاعنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. أيامنا والحكمة من الدين. الله الله. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والشوربة بتاعتي الجميلة الحلوة للغضبانين على الأكل واللي عاملين إضراب على الأكل. ما بناكلش الكوارع يا مامي، جوزك بيحبها، بابا بيحبها، أنا مالي؟ الله، أعمل لك أنا النهاردة شوية شوربة جامدين قوي بالدجاج، الله، والمشروم والكريمه والحليب والكريمه في مرحله اخيره من السوى، الحليب الاول بعدين الكريمه. الله، تحط نشا يا شيف؟ لا بصراحه انا عايز اشرب الشوربه دي بمزاج، لان بيني وبينكم انا حاططها بشوربه الكوارع، شوربه الكوارع كده كده دسمه. الله الله عليك وعلى والديك، ادي الكريمه اللباني دي، الشوربه بقى معموله صح. طالما الكبده ما قصدي الكريمه ما برغلتش ولا فرطت، اعرف ان الشوربه معاك 100 100. تعرفي ازاي بقى؟ هقول لك على حركه حلوه عشان لما تبقى في مطعم او معزومه عند صاحبتك تعلمي عليها. تقولي لها لا لا الشوربه دي مش مظبوطه، هتقول لك عرفت ازاي؟ قولي لها اسكتي، مش انا كل يوم بشوف الشيف المغازي على قناه دريم؟ بصي اهو، حطها على ظهر المعلقه كده. الله عليك، اهو استاذ عبد اللطيف، اهو اهو، اذا برغله الكريمه اللباني تبقى الشوربه مش مظبوطه اهي، لازم ظهر المعلقه يبان كده اهو بالشكل ده كده. امال ايه المشكله يا شيف لو العكس؟ تلاقي فيه حبيبات على ظهر المعلقه. الشوربه بتاعتي جاهزه زي الفل، جاهزه. ناخد الشوربه بتاعتنا على طول نغرفها. حلو قوي، اهو ادي الشوربه جاهزه. عايزه تقدميها مع جبنه؟ اهلا وسهلا. من غير جبنه؟ اهلا وسهلا، حسب الرغبه. ناخد الشوربه بتاعتنا نغرفها بقى كده. الله، دجاج ومشروم، بس بيني وبينكم طعمة الكوارع فيها. انت بقى ما تقوليش لأولادك ان انا عاملاها بشوربة الكوارع عشان ياكلوا. اقولك على حاجة حلوة، بس الكلام ده لكم انتوا بس اللي بيشوفونا على دريم. ايه هي يا شيف؟ اذا بقى عندك الشوربة دي منها دجاج ومشروم وكريمة نفسها كده تاني يوم، بس برضو ما تقوليش الكلام ده لأولادك ولا جوزك بالذات، عشان لو عايزة توفري من المصروف وتجيبي حاجة للبيت تقومي تعملي بقى، تسلقي كيس مكرونة سباكيتي. اوعى وشك يا شيف، كيس مكرونة سباكيتي تسليه نص سوا، وبعد كده ياخد غلوة مع المشروم والدجاج والكريمة، الله، وتحطهم في كاسرولة وعلى وشهم جبنة، تبقى اسمها ايه؟ النجرسكو بالدجاج. اوه، رحت على مطبخ ايطالي تاني جبت له أكلة مشهورة هناك اسمها النجرسكو بالدجاج، عارفينها؟ اللي هي دجاج مع مكرونه، حط شويه جبنه، حط شويه جبنه، دجاج مع مكرونه مع وايت صوص. الله الله على الشوربه دي. حلو، خلصت من الشوربه نقدمها. عايزين طبق الفتة عم الشيف، سيبك انت، عايزين ايه؟ شويه كوارع حلوين كده، ايه تظبطونا؟ حاضر، هني ده العيش البلدي بتاعنا، خير بلدي. ده موجود معانا على السفره عشان طبق الفول، هنجيبه نقطعه مكعبات، يا اما نحمره في الفرن يا اما نحمره في الزيت، اختياري. حلو، ادي العيش بتاعنا متحمص. اللهم صل على النبي، احطه هنا. حلو، ادي العيش. تعالوا نعمل الطشه الجميله الحلوه، بس على العيش بتاعي ما يتشرب شويه شوربه من شوربه الكوارع كده،
دي شوربة الكوارع اللي كانت معايا من شوية، أنا شلتها من الحلة بقى عشان إيه نوسع لنفسينا. واللي يفضل عندي هشيله في التلاجة مش هرميه. اشتغل زي ما أنا شغال كده بس وربنا يكرمك. دي الشوربة اللي هي بتاعت الكوارع، بحطها على وش العيش كده وأسيبه. تعالوا نعمل الطشة الحلوة مع بعض. طشة إزاي بقى؟ معلية سمنة. دي الطشة بتاعت الفتة. خلي بالك، طشة الفتة بطريقة بسيطة وسهلة. كله مع بعضه حلو قوي. معانا الحمص بتاعنا حلو قوي. شوفي بقى اشتغل ازاي. بصلاية، اوعى، فص ثوم، اوعى كتير كده. حلو قوي. الله الله على الريحة، ريحة السمنة البلدي مع الثوم. شوية طماطم حلو قوي. حمص بتاعنا الله، اوعى وشك. لسه ما خلصناش. هو ده، اغلي يا عم. شفت الشقاوة؟ اللي ياخد بقى كوباية من ديت بقى يدعي لي برضه. الله الله. حمص، بصلة ناعمة، فص ثوم محترم، طماطمتين مبشورين كده من غير القشرة على النار. اوعى وشك، حلو قوي. نشيل كل ده تاني بقى. خلاص احنا شغالين مع بعض خطوة خطوة كده. الفتة خلصت حلو قوي. هنعمل ايه هنا بقى؟ بشرة فلفل اسود جامدة لازم. حلو قوي، تمام. الملح مظبوط؟ عشان احنا حاطين ملح على الكوارع، خلي بالك ما تحطيش ملح تاني بقى. دي بس تاخد غلوة على النار. بعد ما تفور من على النار، تعالوا نطبق الفتة مع الرز مع الكوارع بتاعتنا الجميلة. نظافة يا شيف اول باول، الله يرضى عليك، علشان انت راجل نظيف عارفينك، وتعودنا منك ان يكون مطبخك نظيف. نمسك الكوارع الحلوة دي كده بقى، والدنيا صيام، وشوف الدنيا عاملة معاها ايه. جوزي بقى بيحبها بالعظم، حطها له زي ما هو كده، يحب يفصفص، وراجل يحب يزفر ايده ماشي. نحب نخلها له ونخليه بقى كده قاعد زي الباشا ياكلها بالمعلقة ماشي. والله اختياري. انت بقى عارفة ايه جوزك على ما عودتيه، كوارع بياكلها ايه، مخلية ولا يفصفصها؟ بتاعتك انت بقى. حلو، فاحنا هنعمل دوده واحنا مع بعض كده. ادي الكوارع بتاعتي، باخد كده معلقه من الطشه الحلوه دي كده على وش الخبزه. الله، مع الحمص. الله، لازم تعملي طبق الفته ده، ما يعديش رمضان، احنا لسه بقى معانا اسبوع تقريبا ان شاء الله. رمضان كريم، لازم الطبق الفته ده تعمليه لايه؟ لجوزك. ناخد الرز يا ويلي. الله الله، شوية رز مفلفلين بشوربة الكوارع. الله، ما هي شوربة الكوارع فيها الحبهان، فيها المستكة، فالشوربة هنا غنية فيها كل حاجة. هذا الرز، ركز معايا، لسه ما خلصناش، لسه بدري. تحبش الرز كتير في الفتة؟ ماشي، ما تحطش رز كتير، بس الجمال انك تخلي الخبز باين. تخلي ايه؟ الخبز باين. والكوارع، المستقبل بتاعنا في الكوارع، الجزر ده نجرنش بيه الطبق بتاعنا كده. خلي بالك، مهم جدا. الله، بهريز بهريز يا شيف، سايبه في ده، سايبه اهي اهي. تعرف الكوارع الحلوه من ايه؟ مش محتاجه عافيه هي. الله اللهم صل على النبي. شوف بص هتسم العظمه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. والله انا بحبها الكوارع ديت بصراحه. الحاجه والدتي ربنا يديها الصحه باكلها من ايديها، استاذ عبد اللطيف ما اقولكش، زبده. والكوارع بتاعه البلد يا استاذ عبد اللطيف سبحان الله غير اللي موجوده هنا خالص. تعرفش هما بياكلوا حاجه غير اللي هنا ولا ايه؟ دي بتوقف على المرعى، بتاع العجله وبتاع الدبيح. ما المرعى بتاعه الصعيد غير المرعى بتاعه الفلاحين الناس الطيبين، غير مرعى الناس اللي سايبين اللي بتاعه الدار بتاكل الفضلات. الحاجات دي كلها لازم نفهمها يا اخوانا، عشان كده تلاقوا لحمه الصعيد وانا جاي من البلد اجيب اللحمه معايا بتاعت الاسبوع. وساعات الجزار يداني ببلاش. يقول لي يا شيف اخد صورتين معاك، اقول له ماشي. شفت بقى عينيا، والله خلصت حبيبي، ما انا بدلعك اهو يا عم. حلو. طيب ايه رايك في طبق الفته ده؟ اوعى ده لسه ما خلصناش يا باشا. لسه بقى الجو هنا بقى ايه؟ الحمص بقى. ليه بقى الحمص؟ الحمص مع الكوارع محدش احسن من حد. انا فيا بروتين وانت فيك بروتين،
وتعالى نتنافس احنا الاثنين في طبق فته. اوه يا دلع يا دلع يا دلع. طشه بقى اللي هي الايه، طماطم محطوط فيها شوربه الكوارع، والباقي ده ما يترميش، حطهم في الكوبايه كده وقولوا له قاعد استنى يا حبيبي استنى، اشرب الشوربه ديت، اشرب الكوبايه دي، يدعي لك الراجل، ما تخلوش ياكل بره. امه تعزمه لا 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 لا، ده مراتي بتعمل لي شويه كوارع، اوعي. حلو على فين ده يا استاذ عبد اللطيف؟ اجيبه واجي لك. اللهم صل على النبي. ادي الكوارع فته، هو ده الكلام. قشطه. خلي دول انا بعد الفاصل ايه افطر بيهم، اسمحوا لي يعني. تعالوا مع بعض بقى نعمل الرز بلبن. نظافه نظافه يا عم الشيف، تضحكش علينا بالكلام. حاضر. رز بلبن عشان نعمله صح، زي ما انا بدأت كده هو على النار وانا شغال برغي ساكت بلعب، المهم ان الرز على النار كده بيستوي. استوى خلاص الرز اهو اهو. نشوف مقاديره يا استاذ عبد اللطيف بعد اذنك، لان طبق الرز ده انا بحترمه قوي، في بروتين وفي نشويات وفي سكريات وفي مكسرات. اوعى. المقادير على الشاشه، عباره عن رز مصري. الله، مصر ام الدنيا في كل حاجه. طبق فته تلاقي الرز، رز بلبن تلاقي الرز، معانا حليب من خير بلدنا، حلو، معانا شويه كريمه لباني، معلقتين نشا سكر ومكسرات. انزل بالسكر. حد هيقول لي دلوقتي ما حطيتش السكر من الاول ليه؟ دايما الحليب والمهلبيه يا امي يا اختي يا عمتي يا خالتي يا كل اللي بتشوفوني تحلوها في الاخر كده، الحليب والفانيليا عشان كترهم على النار بيمرر، والسكر كتره على النار مع الحليب هيقعد منك، يعني ايه زي ما بنعمل الشربات. خلص الطبق، قشطه عليك. حلو قوي. نجيب الكاسات ونغرف. فين الكاسات؟ يلا عشان وقتنا خلص ومخرجنا بيزعل مني لما بأفور. حلو، اللهم صل على النبي. نغرف الرز بلبن. الله، حلو. اعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. ده يخش التلاجة بقى. ممكن اقول لك على حاجه حلوه برضو ما تقولهاش لحد؟ جيب الرز بلبن ده حطيه في البرام، معلقه سمنه بلدي تقلبي معاها معلقه قشطه، معلقه سمنه معلقه قشطه، تيجي حطهم على الوش وتيجي مدخله البرام ده الفرن، ياو يطلع بقى وشه كهرمانه يفكرنا بالرز المعمر. يبقى اسمه ايه ده بقى؟ رز بلبن في الفرن. تيجي حط عليه المكسرات بعد ما يبرد، سامحني يا ربنا. الله، ارفع دم النار. خلص، حط المكسرات بتاعتنا، جوز الهند بتاعتك انت بقى، اولادك بيحبوا جوز الهند، ماشي معانا زبيب، ماشي. شويه كاكاو حسب ما هم حابين، عندي ده فول سوداني، ممكن يكون لوز، ممكن يكون فستق، وعندي والله العظيم هتلاقي المكسرات في الدرج جايبها جوزك من اول شهر رمضان وانت ناسياها، ما تضيع عزايم بره. وخد بالك. وطبع حلويات وانت جاي يا حبيبي، كلمتين حلوين تضحك عليه وخلص الكلام، وتفتح الدواليب هتلاقيها مليانه مكسرات للركب. ادي الحلو بتاعي، طبق رز باللبن. اوعى نحطه فين ده يا استاذ عبد اللطيف؟ مش عايز اقطع عليه. هنا ينفع؟ شوربه؟ عينيا. حاضر يا باشا، خليه هنا جنب الكوارع عشان اللي يعجبه ياكل. الله عليك. والحلو خليه بعيد عن الكوارع عشان ما يكرفش، عشان الاولاد الصغيرين ما ذنبهمش حاجه. تعالى بسرعه يا شيف، الله يرضى عليك. طبق الفول بتاعنا ده مش هياخد مننا وقت ان شاء الله، اهي على نار شديده. عينيا. حاضر يا حبيب قلبي. طبق الفول هنستاذن مخرجنا الجميل في عجاله، نشوف مقاديره على الشاشه. طاس على النار، حلو، والطاجن معايا، وجوز بيض معايا، ومعلقة سمنة بلدي معايا. الله الله، حلو، قشطة، وعندي شوية كمون دول أساسي، شوية الملح بس. طبق الفول ده لازم يتعمل بمزاج، ودايما بيتعمل قبل الأذان مباشرة. نقفل على الرز ده عشان إيه ما يتحرقش. وادي عندي الفول اهوت، اللهم صل على النبي. شفتوا بقى؟
شفت الحبة كهرمانة ازاي؟ والقدرة من أول رمضان والله ما عايزة تخلص. ربنا يبارك فيها. الله، حلو أوي. نمسك الفول ده كده، أنا من عشاق إن إحنا نهرسه بالشوكة شوية، شوية الكمون، شوية الفلفل. حلو أوي، تمام، بالشوكة بتاعتنا. حلو أوي. وأنا شغال كده واحدة واحدة. ركز مع بعض. اهرسه بالشوكة بس، اشوف حبيت الفول يعني، ما هرساش جامد، ما اضغطش جامد. اخلي كرامتها برضو باينة، لان ساعات برضو في طبق فول ان احنا نضربه في الخلاط يبقى مهروس، مش عارف، مش معروف من فول من عدس. الله، حلو قوي. شوية الخضرة التمام، سامحني يا ربنا. بقدونس ولا كزبرة؟ اختياري، راحتك، اهم حاجة ما يكونش كرفس ولا شبت. الله، والله نسيتني الكوارع. مشكلة الفول لما بيجي على السفرة، بصوا ده مشكلته ان بيضرب اي حاجة على السفرة. طبق الفول صراحة اي حاجة اتضربت خلاص، والله لو عاملة خروف طبق الفول ده خلاص يجي على السفرة يقول لك يا عم مش عايزين فول، يا عم الله يرضيك عايزين ناكل كوارع، يا عم الله يرضى عليك مش عايزين فول عايزين ناكل ديك رومي، البيت هنحطه ازاي يا شيف؟ ده كلام كبير قوي. بصوا بقى بالمعلقة كده بالراحة خالص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة يا شيف، الله يرضى عليك. بوسع انا كده، بعمل حفرة، سامحني يا ربنا. حلو. ايه بقى هنا؟ شوية زعتر متحرمهاش، وشوية كمون اختياري، رشة فلفل اسود اساسا، البيض يحب الفلفل الاسود كده عشان لما ناكله نلاقي الطعم. الطاجن ده على فين يا شيف؟ على الفرن، درجة حرارة 180 تقريبا، بحطه على الشبكة من فوق. وبالمناسبة كنت ناسي الفرن، الله يسامحك يا شيف، ناسي حاجة مهمة جدا. شفت يا استاذ عبد اللطيف انت مش بتحبني ازاي؟ والله العظيم كنت هجيب لك القلوب والكبدة هدية، شفت؟ عشان ناسي الفطاير بتاعتي حبيب قلبي، بحبك انا. ادي الفطاير بتاعتنا الجميلة الحلوة، طلعها مع بعض. معلش انا النهارده طماع شويه، بس والله بشتغل، اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ بحبكم انا. ادي الفطاير. الله 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 عليك، ولا لفينا سمبوسه ولا فرطت مني في الزيت ولا فكت مني في الزيت. شفتي ايه الشقاوه دي؟ ايه الشقاوه دي؟ والله العظيم رهيبه رهيبه. انا فتحت الفرن بالصدفه، انا ناسيها خالص، ناسي ان انا عامل فطاير بالجبنه وبالخضار بالشكل الحلو ده كده، عامله زي الكب كيك. شفت متحمره ازاي؟ يا ويلي ما حمرناش في زيت اهو، والزيت اتحرق مننا مع ليت سمن. تفتح العجينه بقى من جوه تلاقي الجبنه سايحه مع خكوسه. الله 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 عليك وعلى والديك يا عم الشيف، ما تحرمهاش من عود خضره موجود عندك اهو اهو اهو. رايح فين يا شيف؟ الله يرضى عليك. يلا فين هنا؟ لا برضو خطفت الانظار مننا. خليها هنا، خليها هنا. طبعا الفول اخباره ايه؟ معانا وقت قد ايه يا استاذ عبد اللطيف؟ خالص؟ ايوه. طيب انا بنتكلم بس كلمتين مع بعض، هنجيب الفول نوريه لحضراتكم. احنا اولا عشان تنظموا وقتك في المطبخ مهم جدا، اذا كان عندك اكله كوارع عايزه وقت كبير في المطبخ، اول حاجه تخش تفكري فيها تغسليها كويس وتخدمي عليها مظبوط. خدم عليها مظبوط بايه؟ بالبوكيه الجرنيه بتاعنا من الجزر والكرفس والبصل والثوم بقشره علشان الريحه بتاعت الكوارع تبقى حلوه. ما تنسيش الحبهان اساسي والقرفه والورق اللورو ده مهم جدا. فص مستيكه كده سايحيه في معلقه سمنه بلدي، بعد الكوارع ما تاخد فوره نحطه عليها عشان تبقى الشوربه فيها نكهه الايه؟ جميله. بعد كده بعد ما تستوي بننشل الكوارع نخليها على جنب، ناخد الشوربه نعمل منها حاجتين، الرز المصري الجميل اللي هنعمله مع الفته، ونعمل منها الشوربه الجميله اللي عملتها شوربه الدجاج مع المشروب علشان اولادنا يحبوها، عشان مش بياكلوا الكوارع. عملنا الفطاير الجميله اللي عملناها بالخضار والجبنه، الفكره الجميله البسيطه ديت علشان اللي بيحمر السمبوسه في الزيت بتفك منه، ما بنعرفش نقفلها، بتاخد مننا وقت. هتجيبي قوالب الكب كيك، وزي ما انا اشتغلت كده حرفانه بسيطه جدا وزي الفل. عملنا طبق رز بلبن بجد، هيخش التلاجه يطلع نكسر الدنيا مع المكسرات، جميل طعم الفليفر فيه الفانيلي او ميه الزعتر. الشربات عندنا قمر الدين
حلو الكلام. دايما قمر الدين موجود معانا على السفره مع السلطه الخضراء الجميله مع العيش البلدي. تسمحوا لي اطلع الفرن انا ونصيبي، انا ونصيبي. اوه اوه، عايزين الصراحه والله يا ابويا الله يرحمه كان ياكل البيض ني بالسمنه البلدي، يضربهم في الخلاط زي الموز باللبن. فاكر يا استاذ عبد اللطيف؟ هو عايز له 10 دقايق في الفرن عشان يبقى فيه مصداقيه، خلوا بالكم. وده ممكن يتحط قبل الاذان مباشره او قبل السحور مباشره، البيض بس ياخد وش ابيض زي الفل، او تقدر تغطيه على نار البخار يطلع يديك اللون الابيض الحلو. السفره بتاعتنا جميله النهارده، بترضي كل الاذواق خاصه الاطفال اللي هم مستقبلنا بين ايديهم، والشباب وكمان كبار السن اللي هم التاج رسنا في البيت، لازم ما نقصرش معاهم وما نبقوش انانيين. وكمان ضيوفنا الحلوين اللي مش بيحبوا حاجه، عاملين كذا حاجه على السفره، ولكن بفكر بسيط وبطريقه سهله وبسيطه هنفطر ايه؟ سؤال بنجاوب عليه من مطبخ دريم يوميا. كل عام وحضراتكم بخير، شكرا.